أيضا الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم أعلن عن مقتل 4 جنود إضافيين في المعارك الدائرة في داخل قطاع غزة، وبذلك يرتفع أعداد القتلى منذ بداية التوغل البري إلى أكثر من 100 قتيل في صفوف الجنود والضباط الإسرائيليين. وكان هناك حديث عن أعداد كبيرة من الإصابات يوم أمس، تم الحديث عن نحو 28 إصابة تم نقلهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، وأن حالات بعضهم خطيرة للغاية. وأيضا صحيفة هارتس كانت قد قالت بأن هناك فجوة كبيرة في أعداد الإصابات بين تلك الأعداد التي تعلنها وزارة أو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والأعداد الحقيقية التي تصل إلى المشافي. وربما هناك اتهامات للمؤسسة العسكرية بأنها لا تعلن عن الأرقام الحقيقية سواء للقتلى أو الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، لا سيما بعد أن قامت صحيفة دعوت أحرنوت بحذف الخبر الذي كان يتحدث عن سقوط 5000 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي، 2000 منهم في حالة خطرة وتعرضوا للإعاقات. وأيضا كان هناك حديث عن 100 جندي أصيبوا بالعمى في كلتا العينين أو في إحداها جراء العمليات في داخل قطاع غزة. وبالتالي هناك شكوك بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لا يعلن الأرقام الحقيقية للقتلى والجرحى في صفوف الجيش جراء المعارك الدائرة في داخل قطاع غزة.